شو كيف؟ بتقدر تبقى فيها؟ طول ما أنا جنبك شو رح يكون بدي أكتر من هيك؟ اشتقت لك كثير. وأنا بدي روح، رح روح أجيب لك شي تنام عليه، وبعتقد إنه هون الجو دافي. ما في مشكلة، رح تدبر حالك لحتى تظبط الوضع. اسلم. غسان، شوفي شكرا كثير لأنك ساعدته. حاج تحطه بخلقتي، كل شوي بخاف منه أنا. آسف حبيبتي. جبت لك شي تاكله. هي مانا وجبة، بس دبر حالك، بالزور لأقدر أطالع. تسلم. قلتك لأمتى رح ضل متخبي هون؟ شو بنقدر نعمل؟ بس أنا لازم روح، إذا ضليت هون ممكن يصير مشكلة. وبعدين شو قاعد عم بعمل هون؟ وما عم بعرف شو عم بيصير، والوقت عم يمر على الفاضي. لا تستعجل، خلي يروق الوضع شوي. ما رح يروق، حتى لو مش الحال ما رح يروق. صار لازم روح، نحكي بعدين. بحبك كتير. ولا كمان.